ما تخافش على الأهلي. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في برنامجكم ملك وكتابة أينما كنتم. اللهم قني شر الأصدقاء والباقي أنتوا عارفينه. إبراهيم أهلا بك يا باشمهندس، أهلا بكم أعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم في لقاء الخميس من ملك وكتابة، حلقة جاية في توقيت مهم. أعتقد كل الأهلوية فرحين جدا وسعداء بما آل إليه الفريق وفي انتصارات الأهلي وتتويجاته، لكن اللهم قني شر الأصدقاء خير. يعني أنا ساعات بيدهشني جدا أما بتابع البعض اللي كان الواحد حاططهم في مكانة بالنسبة له في قلبه كبيرة جدا، ويدهشني إن زي ما بيكون يعني يا حبيبي بنت مش عارف لبيتك. لما راحت قشرتها يعني ابص الاقي يا حبيبي بنت لبيتك لما راحت قشرتك. يعني إيه حاجه كده كان بيقولها محمود عبد العزيز في تهكم. أيوة. ان يعني لما في قشره بتبقى بتدي لك انطباع تتقشر تلاقي الحقيقه دي أزازة داخلها. للاسف الشديد مهما كان الخلاف الشخصي لا يمكن ناخد الاهلي في الرجلين. يبدو انه كلام على المتغطي، لكن في حلقه مهمه ربما يبقى الكلام فيها على المكشوف، وهذه ابرز عناوينها. مقالي وما قالوا اللي اتأصل يا كابتن. الغربال المسكوت عنه والمغضوب عليه، وبعظمة لسانه في مباراة العلامة الكاملة. الشموع الحمراء عبد الوهاب سليم والثالوث الغالي. أسرار الملك جيلبرتو والخطة باء تكسب. وأخيرا في مجلتنا اليوم ومن 40 سنة. ده المحتوى اللي الأزأزة بقى واللب خير. ما انت هيبقى له، انا بيتهيألي انت قطعا انا بشوف كده حاجات خلال مش الاسبوع الماضي، الاسابيع الماضيه بقى لنا مده، ويطلع ناس من اللي انا كنت يعني اتصور ان هم رموز لما يتقال اساميهم بيبقى انت بتشوف الاهلي من خلالهم والعكس صحيح. ما يتقال الاهلي بتلاقيهم منورين عندك، مش عارف ازاي هاين عليهم يهاجموا الاهلي. بس مهما كان هناك تعارض في المصالح في لحظه، انما هي دي معنى العيله. العيله ان مفيش حد بيخرج عن تقاليدها واصولها مهما كانت توقعاته منها. تمام، اذا نبدا معكم في مقالي وما قالوا قلة أصل يا كابتن. الكابتن هنا الكابتن مجدي عبد الغني، والكابتن مجدي عبد الغني يا باشمهندس واحد من نجوم النادي الأهلي، واحد من أبناء النادي الأهلي، اللي الحقيقة يمكن أنتوا تعودتوا على ملك وكتابة منذ بدايته. كل واحد لبس الفانيلا الحمراء ومثل الأهلي وعرق في فانيلة النادي الأهلي ودافع على ألوان النادي الأهلي وسعى لإسعاد جماهير النادي الأهلي، مؤكد ان احنا ما بنبقاش ابدا مهتمين على الاطلاق بايجاد اي اختلاف او خلاف معاه على الاطلاق. لكن لما بتبقى في امور تستوجب الرد لازم أن يترد، في امور يستوجب التوضيح لازم أن يتوضح، في امور يستوجب ان الصوت يعلى شويه قد يعلى شويه. ليه؟ كابتن مجدي عبد الغني رئيس جمعيه اللاعبين المحترفين له فيديو بهذه الصفه بيستقبل الكابتن حسام عاشور. حسام عاشور قد يكون له شكوى، له مسألة بيطالب فيها بحق، حقه نختلف أو نتفق. واحد من كباتن النادي الأهلي اللي ليهم كل التقدير، خرج من الأهلي، طريقة الخروج، أسباب الخروج، ظروف الخروج، كل دي تفاصيل لا تؤثر على التقدير العام اللي المفترض موجود عند كل الناس. لكن كابتن مجدي عبد الغني وهو بيرحب بحسام عاشور، تعالى ده أنا حقك محفوظ، وبعدين عملوا معاك ايه قلالات الاصل دول؟
ولالات الاصل كلمه جارحه جدا، كلمه عنيفه جدا، كلمه يعني لا يمكن باي حال من الاحوال قبولها على الاطلاق، ولالات الاصل دول. طيب ثم الكلام بعد منه، هو مش هم اللي هاجموا المهندس محمود طاهر؟ ازاي دلوقتي يتقال ان احنا لو اي حد هاجم الاداره يبقى بيهاجم النادي؟ ما هم هاجموا المهندس محمود طاهر، وده اللي يخلينا بالذات في ملك وكتابه نقف مع الكابتن مجدي عبد الغني عنده نقطتين. النقطه الاولانيه تتعلق بالكابتن مجدي نفسه، والنقطه الثانيه تتعلق بالكابتن حسام عاشور. كابتن حسام عاشور لو هنتكلم على الاصل وقله الاصل، ما اعتقدش النادي الاهلي بادارته تراجع قيد انموله عن اعلى درجه من التقدير للاعب النادي الاهلي وكابتنه حسام عاشور. ده انا ممكن اقول لك لم يسبق ان حاول النادي الاهلي ان يكرم لاعب في تاريخه كما حاول مع كابتن حسام عاشور. هو كابتن حسام عاشور حاجه بسيطه، الرؤيه الفنيه قالت يعني صعب يكون موجود لان بتاريخه ده ما ينفعش يقعد نمره اربعه عندنا. والجهاز الفني قال هذا الكلام بوضوح. انت كان قدام اجراءين، يا اما تأيده مجامله، وهذا لا يليق بواحد بتاريخ الكابتن حسام عاشور انك بتأيده لمجرد انه يتعمل له عقد، لانه متوقع او كان مش متوقع انه هيمشي في اللحظه دي وعامل حسابه. فالنادي الاهلي كان حريص يشوف ازاي يعوضه ماليا عن، وكسر ثوابت كتير. ما بعملش ماتش اعتزال، هعمل لك، هعينك في النادي، هعينك في القناه، وكان النادي الاهلي من شروطه عدم الجمع، ويعمل له دورات تاهيل خارجيه، ويعمل له دورات تاهيل على حسابه، ويجهزه في الكادر اللي هو عايز يشتغل، يجهزه ككادر اداري على حجم التوقعات، على حجم التوقعات اللي انت حاططها فيه من خلال علاقته بالنادي الاهلي. طب هو الكابتن حسام عاشور اللي احنا كلنا شايفينه ضرب ارقام قياسيه، لكن هو ضربها من خلال النادي الاهلي ومعاصرته الجيل العملاق، وهو باجتهاده استمر حتى هذه اللحظه يعطي ويؤدي، وكلنا كنا في ظهره، وهو كان احد الرموز الصامته. ولكن زي ما بيقول مش عارف مين من ارسطو ولا افلاطون، تحدث حتى اراك، هي دي مشكله. كلما تحدث حط نفسه في مشكله مع الناس اللي هي بتحبه جدا وغيران عليه جدا، لان هم برضو مهما انت حبيت حد يا استاذ ابراهيم، تتش، صالح سليم، هتحب مين اكتر من الناس دي؟ واخد بالك؟ اي رموز حاليه او سابقه، لكن الاهلي حبه في حته تانية. انت بتحبهم لعطائهم للنادي الاهلي، لعلاقتهم بالنادي الاهلي، لصدقهم مع النادي الاهلي، لاخلاصهم للنادي الاهلي. لو احد هذه العلاقات اتهز، مؤكد ان بيتهز معاه العلاقه اللي بينك وبين جماهيرك. صحيح. فمش عارف ليه، ايه اللي خلى الامور قالت الى ما قالت ليه؟ كان كل شيء كان ممكن يمشي بسلام، او الحل الثاني بقى انك تقول انا قادر العب، معلش بستاذنكم، ناجل كل الكلام اللي قلتوه، بس انا قادر على العطاء وهلعب. وده ما شفناش من الفتره اللي فاتت اي بوادر بتقول ان الكابتن حسام عاشور هيلعب في حته ثانيه وعنده عروض في حته ثانيه تليق بيه. يعني ما هو لازم لما يسيب الاهلي يروح في حته تليق بيه برضه، يكون على قدر المنافسه. فتصوير الامر انه اللي اتعامل معاه قله اصل، ده تعبير قاسي جدا، قاسي جدا، ولا يعبر عن الواقع خالص. لانه طب هنعمل ايه؟ انت يعني انت تقدر تقول لاي حد ايه اكتر من اللي قلته له؟ حد يعني كان يعني يقول الاهلي غلط في ايه في الحته دي يعني. طيب اذا الاهلي، خلينا فيما يخص حسام عاشور والاصل، الاهلي عمل فوق الاصل وزياده. النادي الاهلي ما قدمه لحسام عاشور من تكريم وتقدير واستثناء حتى في التكريم ما سبقش اداه لاي حد في الاجيال اللي فاتت على عظيم ما قدمت قولا واحدا. فبالتالي وصف النادي الاهلي او حتى مسؤولي النادي الاهلي او اي حد في النادي الاهلي بانه مارس نوع من قله الاصل
او كان فيهم قلالات الاصل في التعامل مع حسام عاشور؟ لا، ده من قله الاصل ان انا اشوف الاصل قليل، من قله الاصل ان انا اشوف الاصل قليل على كثرته على تقديره على حجمه على وجوده على الارض وكل الناس تابعت وشافت. لكن ما يخص بقى في قول ربما كان مقصود بيه مالك وكتابه، لان انتوا ما انتوا اختلفتوا مع المهندس، ما انتوا هاجمتوا المهندس محمود طاهر. اعتقد المشاهد كل الناس حتى اللي تابعت الفتره ديت عارفه ان احنا عمرنا لا هاجمنا المهندس محمود ولا هنهاجم حد مسؤول في النادي الاهلي على الاطلاق، لانه الجميع له كل التقدير والاحترام. لكن احنا هنا في مالك وكتابه بشكل علني ومعلن، اعتقد حضراتكم تتذكروا ان احنا كنا من وجهه نظرنا امناء جدا جدا على الرساله اللي احنا بنأديها. كانت في انتخابات في النادي الاهلي، كان في عرض للائحه النظام الاساسي، المهندس محمود طاهر مشكورا على التليفون وقتها قال انا مش هلاقي احسن منكم ولا اهم منكم تعملوا لي حوار مجتمعي حوالين لائحه النظام الاساسي علشان الناس تبدا تشوف اللي فيها. لما بدانا نناقش ده بمنتهى الديمقراطيه والوضوح والحرص على مصلحه النادي الاهلي من وجهه نظرنا الشيء يخضنا، لقينا مشكله كبيره جدا، لقينا لغم موجود، هو حرصا عليه هو. قلنا يا جماعه انت حاطط ماده بتقول يجوز لمجلس الاداره ان ينشئ شركه لكره القدم وان يطرح اسهمها في البورصه بما يحقق مصلحه النادي. اعتقد ده كان النص. هنا مفيش حفظ. لا بقرار مجلس اداره مش جمعيه عموميه. ما هو لم يذكر الجمعيه العموميه خالص، يحق لمجلس اداره. ايوه يحق لمجلس اداره ان ينشئ. ثم جه في ماده تاليه وقال يحق لمجلس الاداره ان ينشئ شركه لبيع الادوات الرياضيه، الادوات والملابس الرياضيه. هذا الحق بشرط ايه بقى؟ علقوا بقى بشرطين. موافقه الجمعيه العموميه للنادي والاحتفاظ للنادي ب 50 او 55% من اسهم الشركه. بالنسبه نسبه مرجحه قال 60% بالزبط. اعتقد انا فاكر كده. هنا قلنا وقتها ازاي يا جماعه؟ وانت بتبيع كره القدم كلها على بعضها بتسهلها تسهيل مطلق مفتوح بدون اي احتفاظ للنادي باسهم بدون احتفاظ للجمعيه العموميه بحقها، هنا تسهيل عمليه بيع. ثم في بند التالي كان المشرع للجنه او للائحه يقظ جدا لحق النادي والقيمه الجمعيه العموميه، فلما حب يبيع ملابس رياضيه وادوات رياضيه احتفظ للنادي بالنسبه واحتفظ للجمعيه العموميه بالحق. ساعتها قلنا اللي يعمل ده لازم يعمل ده، واثيرت كلمات كتيره جدا، ويمكن البعض وقتها ربط ما بين وجود الاستاذ نجيب ساويرس في المشهد، وكان اعلن قبل كده للاستاذ عمرو اديب انا لو هفكر اشتري النادي الاهلي، وقال ان ده افضل مجال استثماري. وقتها قلنا الكلام ده فيه خطوره حفاظا على النادي الاهلي او من وجهه نظرنا الامانه في الرساله بتاعتنا، حبينا نعمل جرس انذار للي حاصل، وقلنا للجمعيه العموميه لازم تحتفظ بحقك، مش ضد مجلس الاداره القائم ولا ضد مجلس الاداره الحالي اللي جه، حفاظا على حق النادي برضو من وجهه نظرنا اللي ممكن حد يختلف معانا فيها، بس تعالوا نتناقش. ده يا كابتن مجدي قيل، واعتقد حضرتك تذكر وقتها كنت حاضر احد الجلسات الانتخابيه للمهندس محمود طاهر في وجود الاستاذ نجيب ساويرس. اخر جلسه، اخر جلسه بالظبط في وجود الاستاذ نجيب ساويرس، وطلع على المسرح طبعا. فاحنا كنا بنتكلم على مصلحه النادي، كان عمره ما كان هجوم، بالعكس اعتقد انت او غيرك او اي حد كان المفترض يختلف معانا لو احنا ولسنا، لو احنا ولسنا او سكتنا او وافقنا أو على بند شايفين فيه خطوره. احنا اتكلمنا واحنا جوه القناه، دافعنا على مصلحه الاهلي واحنا على نفس الترابيزه ومش داخل البرنامج، مش عارفين ساعتها مين اللي هيبقى رئيس النادي، وما كناش نملك اصوات الجمعيه العموميه ونعرف هتيجي ازاي. البند الثاني اللي اختلفنا معاه واختلفنا بصوت عالي لما المهندس عادل القيعي قال الاهلي مخترق، وانه دولاب العمل الاعلامي في النادي غير اهلاوي، وان الناس اللي موجوده عليها خطوط كتيره جدا، واعتقد صرخه اختراق اختراق مخترق مخترق. حضرتك وكل الناس دلوقتي شايفه الناس اللي كانت قايمه على المشهد الاعلامي وقتها هي فين دلوقتي وبتقول ايه عن النادي الاهلي؟ اعتقد ده ملموس ومتشافى يا باشمهندس. هو كانت يعني كان موقفنا، طب ما هو المهندس محمود قعد اربع سنين ما حدش هاجم المجلس خالص، بالعكس
كنا بنبرز كل انجازاته، كنا بنقف وراه، حتى لما اتقال وقتها ان ده باع كابتن رمضان صبحي وباع ايفونا بتاع، دافعنا عن القرار لانه اتباع بيعه مشرفه الاثنين، عملوا ارقام عاليه، وقلنا طالما ان الرؤيه انك بتبيع وتجيب البدائل يبقى ده هو دي السياسه السليمه. ما حصلش ان احنا كنا واخدين موقف خالص ضد الاشخاص، ومش ممكن هناخد موقف ضد رئيس النادي الاهلي الا لو تعرض النادي الاهلي للخطوره اللي حضرتك قلت عليها. فما كانش موقف ضد حد، بالعكس يعني طول الاربع سنين. طب ما انت تذكر حضرتك لما انا يعني المداخله الشهيره لما كان المهندس محمود طاهر موجود مع الاعلاميه الكبيره لميس الحديدي، وهي انا في وجهه نظري كانت ضغط عليه في الحلقه، وانا عملت مداخله لاخفف الضغط مش ازوده، رغم ان انا كنت معتذر لانه بعد ما قال لي انت متحدث رسمي وليك كل الصلاحيه، بعديها ب 48 ساعه لقيت كل الناس بتصرح وبتاخد قرارات انا ما بتبلغش فيها واعتذرت. وهي لما كانت عامله لي المداخله كانت متصوره ان انا ههاجم، فانا دافعت عن رئيس النادي الاهلي وقاعد، قلت لها مدام لميس ما يصحش تعملي مداخلات في وجود رئيس النادي، لان احنا مش ضامنين اللي يعمل المداخله يتصرف ازاي معاه. وانا كنت في لحظه في خلاف في 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 موقف معين، لكن ما استغلتش دي، بالعكس اديت لرئيس النادي ما يستحقه من دعم على الهوى. فالكلام ان احنا لا، الخلط بقى في فرق ان انا ادافع عن النادي الاهلي، ادافع عن مصالحه، ولكن ليس هذا هجوما على احد. الايام بتثبت، بدليل ان المجلس الجديد لما جه عدل كل العوار اللي موجود في النظام الاساسي، وخلى لما حب في الجمعيه العموميه بالظبط، لما حب ينشئ شركه لكره القدم او بقيه الشركات للجمعيه العموميه، قيد هذا الحق بحق الجمعيه العموميه، والماجوريتي زي ما بقولوا 50 زائد واحد او اكتر للنادي، للنادي عشان يبقى لنا السيطره بالظبط في على سياسه اي شركه تنشا. اذا احنا كنا بنضرب جرس، استفاد منه القائمين اللي جم بعد كده ما كبروش وصلحوا كل هذا الكلام. هدفنا هو مصلحه النادي الاهلي ليس الا يعني. ده المؤكد، عشان كده كان لازم التنويه في مقالي ومقاله. وبمناسبه التوسع للنادي الاهلي، حضراتكم فاكرين افتتاح الاهلي لفرعه في مدينه الاقصر؟ إدارة الاشتراكات في فرع النادي الأهلي في مدينة الأقصر بتنتظر أعضاء المرحلة الأولى اللي عملوا اشتراكات في عضوية النادي في مكتبة اشتراكات النادي في مكتبة مصر العامة اللي من خلالها بيتم الاشتراك في النادي لاستكمال إجراءات العضوية واستخراج كرنيهات عضوية النادي الأهلي. فرع الأهلي في الأقصر حضراتكم كلكم ابتهجتوا بيه، وكانت الحقيقة إضافة كبيرة جدا لأهل الجنوب. ده كلام مهم. إذا أصبحت خطوة تم تفعيلها على ارض الواقع. دلوقتي بقى في نادي وفي اعضاء يطلعوا كرنيهات ويترددوا على النادي. ودي هتبقى نقله ليها علاقه بممارسات رياضيه كبيره بما يفيد النادي الاهلي ويفيد الصعيد كله باذن الله. ان شاء الله. بمناسبه النشاط الرياضي، انت كان عندك صفقتين مهمين. ده في اكتر. الاول قبل الصفقتين عايز اقول ان بمناسبه الانشاءات والنادي الاقصر، النادي الاهلي الكابتن الخطيب ومجلس اداره في وجود رئيس مجلس اداره البنك الاهلي وبنك مصر وبنك القاهره مجمع البنوك اللي في الشيخ زايد، حاجه على اعلى مستوى، تم افتتاحه فيما يشبه السبق ايضا، لان اول نادي عمل انه يبقى فيه فروع للبنوك في الانديه كان النادي الاهلي، ثم الان في مجمع بنوك، وغدا القريب باذن الله في شهر عقاري ايضا في الشيخ زايد، وهو موجود في مدينه نصر وموجود في الجزيره. اذا كل ما يؤدي الى تسهيل الاداء لعضو النادي الاهلي في روعه واهتمام النادي الاهلي. ولكن نرجع تاني للصفقه المهمه جدا. يمكن احنا تركيزنا على كره القدم بيخلينا مش واخدين بالنا الا لما يبقى في ماتش في لعبه من الالعاب، فيبدا الناس تبص، لو خسرت نفتكر ان الله انتوا سايبين اللعبه دي ليه. لكن لو كسبت الدنيا حلوه. كره السله، وكره السله من الالعاب اللي مش النادي الاهلي بصمته مش عميقه قوي فيها طول عمره، بنكسب بس على فترات. فابتدى الاهتمام من الموسم الماضي بدعم كره السله
على المستويين رجال وسيدات، وخصوصا استكمال الدعم ده السنه دي. فريق السيدات 6 أو 7 صفقات من العيار الثقيل، اللي ادى السنه اللي فاتت احنا لعبنا سيمي فاينال افريقيا وخسرنا من بطل افريقيا في اخر 5 ثواني، كنا متقدمين. بالدعم ده اعتقد ان احنا هنحط رجل تقيله جدا على البطولات الاقليميه. لكن الصفقه التقيله قوي في انتقال لاعبي نادي الجزيره، كابتن عمرو الجندي والكابتن عمر طارق. عمرو الجندي وعمر طارق. وعمر طارق سعيد. لاعبين مهمين قوي. اتنين لعيبه، عمر طارق سعيد لعيب NBA، اطول لاعب في مصر في مركز الارتكاز. وهو بالمناسبه اهو قاعد طوله هو قاعد باين يعني. عمر طارق سعيد. اخوه المهندس هشام سعيد، وكان احد عمو المهندس هشام سعيد. عضو مجلس طارق الدكتور. سعيد اخو هشام سعيد. فهو يعني ابن النادي الاهلي. ايوه. وكان طبعًا. في كل مناسبه تجمعني بيه يا ابني يقول لي يا ريت يا اكل عندي وبتاع. فالحقيقه ربنا حقق حلمه ورجع الى مكانه المنطقي في النادي الاهلي، اضافه قويه جدا لكره السله، نتمنى انها تحقق الاهداف. بالمناسبه احنا لعبنا اثنين فاينل، كاس وسوبر محترفين في كره السله مع نادي الاتحاد، ولكن اعتقد ان احنا خدنا الدرع العام في كره السله نتيجه صحيح. شغل قطاع الناشئين كان عالي جدا في كل البطولات. في كل البطولات. ده كان كلام مهم جدا، شفتوا حضراتكم مقالي ومقاله، وفي اخبار وكلام كتير جدا حطيناهولكم في الغربال المسكوت عنه والمغضوب عليه. المسكوت عنه كلام مهم جدا في إصابة لاعب مهم بقيمة محمد محمود، لأنه إصابة اللغز شوية خلت فيه طرف مغضوب عليه. تبص على الفيس، تبص في أي مكان، الجهاز الطبي الدكتور، الجهاز الطبي الدكتور، وكأنه الدكتور فجأة اكتشفنا أنه هو اللي بيعور الناس مش هو اللي بيعالجهم. لاعب يصاب يبقى الدكتور غلطان، برضه مش فاهمها ازاي. لاعب يتاخر عودته للملعب يبقى الدكتور غلطان. الدكتور يا جماعه مسؤول عن التشخيص. كل حالات التشخيص اللي خاصه بلاعيبه النادي الاهلي الجهاز الطبي فيها موقفه سليم 100%. ربما التشخيص المبدئي بتاعهم الدكتور خالد بتسبق عمليات الاشعه، والاشعه اللي بتتعمل بتاكد التشخيص المبدئي اللي طلع. لكن فكره اللاعب يتاخر في العوده دي مسائل خاصة بالتأهيل. قصة الجراحة اتأخرت وطولت خاصة بالجراح، لكن خلينا ما نظلمش الناس في عملها وفي سمعتها المهنية. معلش، هو هنا حتة عايزين نوضحها برضه أستاذ إبراهيم. الحقيقة ودي يمكن تحسب للجهاز الطبي، إن الجهاز الطبي عندما كان تشخيصه المبدئي بيتحط اللعيب بيسافر ألمانيا لفرط رغبة النادي في تحقيق أكبر قدر من الرعاية، الخلاف كان بيجي من ألمانيا. وهنا النقطة دي النقطة اللي لازم الناس تتنبه لها. وضح لنا دلوقتي اللي حصل مع محمد محمود. محمد محمود أجريت ليه جراحة تانية في غضروف الركبة. هو كان عمل رباط صليبي، أول ما بدأ يرجع منه ويتأهل سبحان الله في أكتوبر السنة اللي فاتت جاله رباط صليب تاني في التمرين. مفيش حظ أسوأ من كده. غاب من أكتوبر لغاية دلوقتي يعني سنة كاملة بيجهز وبيتأهل. لما بدأ يدخل في التدريبات بدأ يحس بألم في الركبة. الدكتور خالد محمود قال إن في غضروف. محمد محمود كل ما بيتمرن في الألم موجود. الدكتور طلب إن هو يسافر. سافر. لكن في كلام كتير جدا، حتى في موقع كوره قال لك المسكوت عنه في اصابه محمد محمود. الراجل نفسه محمد محمود عبر عن ده على الفيسبوك بنفس راضيه وقال اللهم لك الحمد يا رب، اللهم لا اعتراض يا رب. وكلام كتير حوالين اصابه محمد محمود وتفاصيل كتيره جدا في المشهد الكروي. ايه هو المسكوت عنه؟ ايه يعني؟ انه عايز يقول ان في بعض الحاجات مسكوت عنها وغامضه مش مفهومه. خلينا نروح للكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره في النادي الاهلي علشان نشوف ايه المسكوت عنه واسباب المغضوب عليه. كابتن سيد اهلا بيك. اهلا بيك يا استاذ ابراهيم، ازي حضرتك انت وكابتن عادل؟ ازيك يا كابتن عادل؟ اه يا كابتن سيد ازيك؟
عايز ابارك لك على الاداء بتاع امبارح وبعدين نخش في المسكوت. الحمد لله الحمد لله. انا حاجه كويسه الحمد لله، لكن برضه في اطار بقى الاستعداد زي ما قلنا وقلتنا على مباراه الوداد، يا رب تتحقق توصل لمباراه الوداد على طول باذن الله. الشكل ما شاء الله كان فعلا جميل جدا، اسعد الناس بالكوره ديت. قول لي ايه السبب بصراحه لسيد عبد الحفيظ اللاعب يعني؟ الخط بيقطع. الو الخط بيقطع، انت بتتحرك ولا ايه يا كابتن؟ لا والله خالص كده كويس. كده خليك مكانك. هو حضرتك يعني بيحضر كويس للتدريبات، بيحضر كويس للمباريات، يهتم بحته الحركه في الملعب، الحركه مش تقيد بمركز معين يعني، فبتلاقي حاجات بتحصل داخل الملعب في نفس كتيره مش المكان بتاعها او الشوط بتاعها. المهم ان انت تلاقي حد عامل زي عباره عن مثلثات، سواء الخطوط الخلفيه او الخطوط الاماميه، تواجد عدد كبير من اللعيبه في مكان واحد، سواء كان وانت معاك الكوره او وانت بتحاول تخلصها، وده اللي حصل يعني. حتى لما بتسقط الكوره ما بتقعدش طويل عشان تجيبها، وده مهم جدا الحمد لله رب العالمين. مع الوقت ان شاء الله، يمكن حظنا الوحيد اللي مش لطيف ان انت لو عندك وقت شويه سنه كنت ممكن تحصيل اللعيبه يبقى احسن والناتج بتاعي يبقى اعلى واعلى، لكن ان شاء الله الرحمن على ما تيجي مباراه الوداد وصلنا لفورمه كويسه ان شاء الله. طيب في المختلف في ايه يا كابتن سيد موسيماني؟ المختلف في الراجل يعني، انا مش عايز اتكلم عليه اكتر من اللي انت هتقولوه، لان انتوا كلنا عارفينه، كلنا عارفين شخصيته، كلنا عارفين امكانياته وقدراته، وهو جاي الراجل مش عشان حاجه معينه اكتر من هي السي في بتاعه اللي جاي بيه ومعرفته ودرايته بالامور سواء الافريقيه او شمال افريقيا تحديدا او حتى العربيه بشكل عام او حتى النادي الاهلي بشكل خاص، يعني معرفه كبيره جدا يعني. فده ما خدش وقت خالص من اول يوم يعني، انت في ناس بتقعد فتره طويله جدا على ما تكتشف الاجواء والمناخ واللعيبه والدماغ والتدريبات وشكلها ونظامها، لكن من اول يوم يعني اجتمعنا الساعه 2 يعني، كنا موجودين مع بعض الساعه 2 لحد الساعه 3:30 مع خطيب وكابتن ولجنه التخطيط، بعد شويه قعدنا مع اللعيبه، بعد شويه قعدنا مع بعض في الجهاز، ابتدى يعمل اعداد ثنائيه واعداد فرديه مع اللعيبه، حتى الخطوط نفسها اللعيبه بشكل خاص كل واحد لوحده، التحركات دايما ماشي بالطبوره، دايما ماشي بالحاجات اللي بيستخدمها والشرح اللي هو في التحرك سواء كان على المستوى الدفاعي او المستوى الهجومي. فاعتقد ان دي حاجه كويسه جدا، عامله حاله ايجابيه يعني، كل بياخد مش عايز اقول فرصه، لكن كل حاسس ان له مكانه واهميه في الفرقه، وده سواء كانت لعيبه كتيره او لعيبه صغيره او حتى لعيبه راجعه من الاصابات او حتى لعيبه ما كانتش بتاخد فتره طويله يعني. وده اساس في الكوره، انا ما اعرفش في الكوره يعني تقييم الشخص انا او معرفتي الشخصيه او من خلال خبرات ما تعرفش مين اللي ممكن يبقى السبب في مكسبك يعني. كل الناس لازم تكون عارفه ومدركه ان هي ان انت محتاجها في اي وقت ممكن تلعب، عشان لما يجي وقتها اللي ممكن تفرض عليك الظروف تلاقيه ما تلاقوش بعيد يعني. طيب كابتن زايد المساعد بتاعه جاي النهارده مش كده جونسون؟ ان شاء الله ان شاء الله احنا نعم. ويبدا بكره معاه؟ بكره باذن الله. هو كان مدير فني لنادي ايه يا كابتن سيد؟ كان في بلاتينيوم على فكره، ولعب قدامنا قبل كده يعني لو تفتكر يا كابتن عادل يعني. هو الراجل برضو كان يعني حريه اختياريه للراجل اللي يعني يختار اللي هو عايزه، انت عارف زي ما في سياسه الاهلي في الحته الفنيه ان انت بتجيب جهازك اللي انت يعني حصل بينك وبينهم معرفه او تفاهم او شغل قبل كده خاص بيك يعني. فرح منه كلنا في حته واحده وكلنا نكون خلف الراجل وجهازه الفني ونقدر نعمل حاجه ان شاء الله رحمه للنادي ونعمل حاجه للفريق باذن الله، والبدايه تبقى في بطوله افريقيا باذن الله تعالى. ان شاء الله. كابتن زايد موضوع محمد محمود والجهاز الطبي والموقف وسبب الاصابه، ايه القصه بالظبط يعني زي ما انت شايف؟ والله انا شرحتها قبل كده لكن باكد عليها يعني. من حوالي شهر كده محمد كان اشتكى من حاجه في الحركه في الترنات تحديدا، ادياله نوع من الاحساس ان هو مش عايز يعني يادي او مش قادر يادي بالباور اللي هو عارف بيه نفسه يعني. هو الولد شخصيه هايله جدا وشخصيه عندها صفات ممتازه جدا سواء على المستوى الفكري او القيادي حتى ورغم صغر سنه، لكن عنده شخصيه تعرف كويس قوي تحكم الامور. هو جالي واتكلم معانا ودكتور خالد وقال لي ان هو بيحس بحاجه كده، فخاطبنا على طول دكتور العمليه
يعني. فقال لا انا عايز ابص عليه اشوفه هنا، فصفرناه على طول. والاهلي ما بيترددش وما ما بيتاخرش في الحاجات اللي زي كده اطلاقا يعني. فطلعناه المانيا من نفس الدكتور اللي عمل له العمليه، قال لا انا مش شايف حاجه، هو الراجل محتاج انه يعمل تقويات على العضله اللي حوالين او العضلات اللي حوالين الركبه، وفي ظرف 3 اسابيع هيكون موجود. كابتن سيد عايزين نقف هنا يعني، يعني مركز طبي في المانيا ويعجز او يفشل في اكتشاف ان اللاعب عنده غضروف، دي مش تخلينا نعيد حسابات كتير؟ والله بص انا مع مش مع الراي، انا مع الاتجاه. ممكن تبقى المدرسه تختلف بقى شويه يعني. مع الايام والازمنه ممكن تلاقي نفسك في حاجات مش احنا مش موافقين في الحته الالمانيه يعني، حتى من ايام كريم نيدز دلوقتي يعني، او من اصابه نيدز ومحمد محمود، فممكن تبقى بتعيد حساباتك او الاتجاه يا اما داخل مصر يعني من خلال دكاتره عظام وكبار وعلى راسهم طبعا دكتور احمد عبد العزيز، او في اماكن ثانيه في العالم يعني، ممكن يبقى في اي مكان ثاني في العالم يعني. بتعيد حساباتك لان انت بتبقى اللعيب بالنسبه لك ده استثمار وفلوس يعني، ده بالنسبه للنادي على المستوى الانساني يعني. انت عندك كمان لعيب صغير يعني، انا مش قلقان على محمد خالص يعني، لان هو ان شاء الله الرحمن شخصيه كويسه وشخصيه تقدر ترجع ان شاء الله باذن الله تعالى، لكن لما ترجع تبقى سليمه 100%، وده اللي هيخليني اخد لنهايه الحدوته. بعد ما رجع يعني قعد 3 اسابيع اتعمل له البرنامج اللي اتقال عليه في المانيا بالظبط، وبعدين بدا ينزل مع الفرقه. رجع لنا من حوالي 4 5 ايام كده انا ودكتور خالد، وقال لنا ان نفس الاحساس بتاعه وبيحس بيه دلوقتي. ثاني القرار لا لازم طبعا تتعرض على حد نثق فيه جدا جدا، هو رئيس اللجنه الطبيه اللي هو الدكتور احمد عبد العزيز، اللي اوصى ان هو لازم يبقى فيه تدخل جراحي، لان هو شايف ان الغضروف ممكن يبقى فيه حاجه يعني. فدخل فعلا بين الغضروف حاجه وعمل العمليه. انا على مش على المستوى الشخصي، على المستوى العملي كمان يا رب ان شاء الله الرحمن انا متاكد انه هيرجع بالسلامه، لكن يرجع امتى فرقه معايا قوي قد ما يرجع سليم 100%، ياخد شهر ياخد شهرين ياخد 3، لكن يرجع سليم 100% لان هو مستقبل وشخصيه كويسه وفي نفس الوقت سنه صغير يعني. طيب فيما يخص بقى المسكوت عنه كابتن سيد، بعد اذنك بس في في موضوع مهم جدا كابتن سيد، ارجو ان احنا يعني نجد اجابه عليه، ان كانش دلوقتي يبقى في اقرب فرصه، وان كان الصوت انا يعني بلقوا في الصوت بس شويه في الاستوديو احنا مش سامعينك كويس يا كابتن سيد. انما في حاجه يا ارجو ان الناس تبقى سامعاها اكتر مننا دلوقتي، في كلام ان الوداد خد موافقه ان ايوب الكعبي يتايد افريقيا معاهم. كده صوتي احسن؟ طيب ما اعرفش يعني، اتكلم يعني. انا بقول في كلام بيطلع دلوقتي ان الاتحاد الافريقي خاطب الوداد ووافق له على قيد ايوب الكعبي افريقيا، وانه هيلعب معاه الماتش الجاي. اولا صحه هذا الكلام، ثانيا نستفيد منه ازاي؟ ده فاكر الصوت وصل دلوقتي كده ولا لا؟ كده احسن تمام. اعتقد اللي انت بتقوله ده يعني الحاجات الصعبه جدا جدا اللي توصل لدرجه الاستحاله يا كابتن عادل. ايوب الكعبي انا مش مساله دارس حالته، مساله ان في رولز محطوطه في الاتحاد الافريقي انت بتمشي بلوائح وقوانين. يعني لو انت مقيد لعيب عندك وخرج من القائمه لسبب ما، سواء للاعاره او البيع او الاستغناء، فتقعد من القائمه بتاعتك وبعدين تلاقي في مكان ثاني عشان يرجع بقيد جديد، بقيد جديد على المستوى المحلي وقيد جديد بالنسبه على المستوى الافريقي. هتقول لي ما هو متأيد اصلا، بس هو في فتره من الفترات القيد المسموح بيها خرج من القائمه، خرج من القائمه، فبالتالي بخروجه من القائمه في محلات على اعتبار ان الموسم ممتد، ده مش موسم جديد يقدر يأيد فيه حد جديد. تمام، نفس المثال اللي احنا بنتكلم عليه حصل معانا على النادي الاهلي مرتين. المرة الأولى كانت في موسم 2013 2014 لو تتذكر، يعني لما خرجنا موسم 2012 2013 لما خرجنا أحمد فتحي جده هل فتحي في إنجلترا، أحمد فتحي وجده كان لأبو تريكة في الإمارات، في بنياس الإماراتي. مظبوط كده. لما جينا نرجعهم تاني في شهر 6 أو شهر 7 خلاص خرجوا من القائمة، خرجوا من قائمة تأييدهم بقيد جديد. صحيح. تمام؟ صحيح. فبقى الاثنين متأيد أو الثلاثة متأيدين واخدين 6 أماكن. في حالة اللي أنت بتقوله دلوقتي إن مفيش أساسا فتح قيد في أفريقيا دلوقتي، يعني أنت النهاردة عشان تدخل لاعب
نفترض ان النادي عنده 28 بس مقيدين من الانديه الاربعه المكمله سواء كان الافريقيه على مستوى دوري الابطال او على مستوى الكونفدراليه، هل يحق له دلوقتي ان يكمل العدد بتاعه؟ يعني نفترض ان القائمه عندك 30، لو النادي مثلا زي حريه كوناكري او حسنيه اغادير او الاهلي او الزمالك او بيراميدز اي نادي او الوداد او الرجاء عنده 28 بس، هل يحق له دلوقتي ان هو يكملهم بيبقى 29 30؟ لا طبعا بالطبع لا. يعني انت ترى لان في سؤال ثاني له علاقه بينا احنا هنا في مصر، انت ترى ان ده يبقى مخالف للوائح المعمول بيها، ومؤكد انك هتحاول تتواصل وتعرف الحقيقه فين، اللي هي انت يعني شايفها انها دي مساله مستحيل غير منطقيه. لا انا هدي لك انا دلوقتي النهارده خرجنا سعد سمير من القايمه اللي كنت لسه هقول لك كده. هل يحق لسعد سمير دلوقتي بعد رجوعه من الاصابه ان هو يلعب نهائي افريقيا مثلا؟ لا طبعا، اذا في مكان بقى ما الاتحاد يعني احنا بس فجرنا السؤال حتى لو في مكان. طب بص، انما الاهم من كده هناك تصريحات نسبت الى الاتحاد المصري لكره القدم والكابتن وليد العطار تحديدا، قال ان كابتن احمد فتحي عشان يلعب الهلال لابد لا مش عشان يلعب الهلال الفاينل في حال التاهل للفاينل الفاينل بعد الوداد، يعني لو عدينا الوداد عشان يلعب الفاينل محتاج انه الو يا كابتن زايد مش عارفين التليفون كده انت سامعنا كده؟ انا سامعك اتفضل. المهندس عدلي عايز يقول لك فيما يخص احمد فتحي ومواعيد انتهاء الموسم المحلي والقيد الافريقي، ايه الموقف؟ انا اعتقد ان ده هيبقى محل دراسه عند في اتحاد الكوره، لان هو الموضوع يعني يمكن لكن الموضوع ابعد من كده. يعني انت عشان تأيد القايمه في القايمه الاولى كل اللعيبه المحليه اللي مرتبط اسمها بالموسم اللي قبله، تمام؟ طب يعني انت في فتره زي دي، المهم الاول ان شاء الرحمن ربنا يكتب لنا ان احنا نوصل للنهائي، ده مهم جدا ان شاء الله. ان شاء الرحمن يعني انا بتكلم في خطوط عريضه، الاهلي والزمالك وبيراميدز الثلاثه مش واحد بس، انه يطلب من اتحاد الكره مد بدايه الخيط المحلي لما بعد الفاينل لخدمه الانديه الثلاثه من دلوقتي ايا كان هم هيبقوا مين بالظبط كده، لان انت النهارده اللي هتأيده هيبقى مطالب يقعد معاك السنه اللي بعدها كلها بالظبط. مظبوط بالظبط. طب انت كمان في شروط القيد بتقول ان في خمسه بس بيتم استبدالهم على مدار السنه، ايوه، بشرط ان هم يكونوا مؤيدين او اعراء او سنه. مظبوط. فاذا انت النهارده لو انت يعني الان في الفتره ديت يعني وفي حد من الثلاثه مش الاهلي والزمالك مش الاهلي بس، بتكلم على الاهلي والزمالك وبيراميدز الثلاثه عايزين يطلعوا حد منهم، فانت كده نقصت من الاعداد بتاعته اللي مسموح بيها اللي من حقه يبدلوا من القايمه الجديده. فكده لو حد استنفذ الخمسه دول مثلا في البدايه يبقى مش من حقه ان هو يضيفهم، لان الخمسه دول على مدار السنه مش في اذا انت بتطالب اتحاد الكوره انه يمد فتره او بدايه القيد المحلي لما بعد سبعه. لا الكابتن احمد فتحي بعد سبعه مشكله ثانيه يا استاذ، ما هو مش هتيجي تتحل موضوع احمد فتحي الا بسبب الا لو اتمد القيد، لو اتمد طبعا. القيد على اساس نهايه الموسم هو ده اللي يحق له مش كده؟ لا يا سيدي، الكابتن احمد فتحي كده هو مش معاك في القيد الجديد، ما هو عشان يبدا القيد الجديد يا باشمهندس، القيد الجديد مع نهايه الموسم صح؟ مظبوط. موضوع كابتن احمد فتحي مشكلته اثنين، انك انت عشان تأيده في الموسم الجديد لازم يبقى بتاعك. طيب ما احنا بنقول ان اتحاد الكره يأجل بدء القيد الجديد لما بعد النهائي الافريقي، يبقى مش يأجل بدء، يمد الموسم ده لبعد الموسم الافريقي. طيب خلينا نطمن على اتفضل اكمل لك بس الموضوع. يعني انا متاكد ان اتحاد الكره هيدرسه، يعني هو اتحاد الكره ممكن يبقى بيتكلم فيه لانه هيخص بس اللي بيكلم المدير التنفيذي. انا بقول لحضرتك بس بقول لحضرتك يبقى هيدرسه لان هو مختص بالثلاث انديه ومصلحته بالثلاث انديه ومش بالعكس، ده هو المفروض يعملها دلوقتي قبل السيمي فاينل، مش عارف مين اللي هيروح الفاينل ومين مش هيروح فتتعمل هكملك عشان تبقى فاصله. ممكن يبقى احمد متصدر المشهد لان في نهايه لعقده، ايوه، لكن لما تخش في الامر وتفصيله الموضوع مش عند احمد فتحي بس، الموضوع عند كل الناس اللي موجوده اللي انديتها ممكن تمشيها ومحتاجاها في افريقيا صحيح. بس طيب طمني بقى سريعا اخبار المصابين، الشناوي اخباره ايه سريعا؟
لا شيء، انه الحمد لله، لما الحمد لله يعني في حاله كويسه جدا الحمد لله رب العالمين. قد يكون يوم السبت معانا في التدريبات الجماعيه باذن الله تعالى، يعني لو ما كانش السبت في التدريبات الجماعيه يبقى على اقصى تقدير يوم الاثنين ان شاء الله. ايمن اشرف حاسس باجهاد في العضله، في عضله السمانه النهارده، ريح بكره هنشوف وضعه ايه يعني. وان كنا في الاتجاه الفكري يعني اي حد هيبقى فيه اي ذره شك من اي اتجاه هيستريح طبعا. يريح. رامي ربيعه؟ لا رامي ربيعه شويه، نامل يا رب ان مباراه العوده يكون موجود وان كانت صعبه يعني، لكن على امل وضعيف شويه لكن على امل. وسعد سمير لسه شويه؟ سعد هينزل ان شاء الرحمن معانا بعد 3 اسابيع يبقى مع الفرقه الجماعيه باذن الله. وباتجي وندفيد، باتجي اخباره ايه؟ بدري لا انتهات شويه النهارده برضه ما نزلش، ممكن يبقى برضه مشترك معانا في التدريبات باذن الله. ندفد بقى. ومحمود وحيد؟ محمود هو نفس الكلام. معلش هي المستشفى كده يا كابتن سيد. نفس الكلام. محمود وحيد اخباره ايه؟ محمود وحيد نفس الكلام يعني ان شاء الله الرحمن ممكن برضه يبقى معانا باذن الله في الكوره في يوم السبت او بعد يوم السبت يوم الاثنين كده. ده حتى عربي بدر ما لحقناش نشوفه قام متعور، ايه اخباره؟ لا عربي مش متعور خالص الحمد لله، عربي سليم، بس هو الفكره ان هو الراجل اولا لسه صغير، بهنيه ان هو عمل ماتش كويس برضه، ودي بدايات مهم جدا ان هو يستفاد منها، وهو وشادي رضوان وفخري ومحمد شكري والمجموعه ككل، وعندنا كمان فارس والمغربي وشادي رضوان. وعندنا بعد شويه ممكن نطلع احمد حمدي من تحت. الراجل مبسوط منهم يا كابتن سيد؟ موسيماني إيه مبسوط طبعًا منهم من الصغيرين؟ طبعا اولا هو برضه عنده اتجاه يعني دايما دايما انت بتتكلم دايما في بتدور في حد عنده حاجه يبقى فيها تطوير شويه، وده شيء كويس جدا جدا لو عنده حاجات اصول في الفنيات ولا حاجه، مهم جدا ان انت تطورها وتساعده فيها ان شاء الله. طيب موقف وليد ازارو؟ موقف وليد ازارو اعتقد ان هي على الحاله التسويقيه يعني او الحاله اللي جايه ممكن في اداره التعاقدات يتكلموا فيها اكثر مني احسن او احسن مني فيما يخص الحته العروض والاتفاقات وكده. موقف المعارين يدرسهم موسيماني ولا بنتفرج عليهم وراجل مهتم جدا بكل حاجه، وانا بقول لك الراجل ده من الحاجات الحلوه جدا كمان ان هو يعني بتاع شغل جامد جدا الحقيقه. يعني بيجي يشتغل وبعد يشتغل يشوف الحاجات اللي خاصه يعني. مركز جدا يا رب ان شاء الله يعني يكون موفق باذن الله، وان شاء الرحمن ان شاء الرحمن ربنا يكرمه باذن الله. السفر للمغرب ان شاء الله يوم الثلاث؟ يوم الثلاث طبعا الاتحاد الافريقي طالب ملفات كبيره مش صغيره، كل واحد له ملف. طلب منك ملف طب الاتحاد الافريقي مش كده كاملا؟ طبعا تحليلات ورسم قلب وحاجات خاصه بالجسم ككل يعني، كل واحد له ملف كامل. ثانيا البي سي ار يتعمل مرتين في غضون ال10 ايام اللي جايه دي. عملنا واحده النهارده وهنعمل واحده يوم الاحد يوم الماتش بالنسبه لنا، 2 للاجهزه الفنيه واللاعبين وواحده لكل المسافرين. هتسافر قبل البعثه انت ولا في العادي معاهم؟ اتمنى ان احنا نسافر قبل البعثه انا وكابتن سمير، لكن التواصل هناك في المغرب لحد دلوقتي لسه ما شفناهوش، التاشيرات لسه ما جاتلناش. هل هتبقى وعلى طياره خاصه مش كده؟ بس انت عشان تسافر فيه يعني دلوقتي متواصلين مع الجانب المغربي، مفيش حتى في السفاره هنا نفس الكلام يعني، مفيش التاشيرات بتاخدها. انت بتتكلم على تواصل هناك، هل هيعملوها بشكل يعني مجمع، تاشيره مجمعه، هل تصريحات مجمعه، هل يعني ده برضه جانب يخصهم يعني. لكن لحد دلوقتي انت مفيش حاجه تقدر تخش بها المغرب في باسبورك او ورق يخص في المغرب في باسبورك. المجال الجوي كمان هل هيبقى مفتوح قبل يوم 12 13 تقدر تسافر تقدر تختار؟ اتمنى ان هو ان شاء الله الرحمن على بعد يوم 10 تبقى الامور وضحت بالنسبه لنا، لكن تحديد السفر يوم 13 الساعه 3 الظهر وهنرجع بعد ان شاء الله. كل التوفيق يا كابتن. شاكرين يا كابتن سيد. شكرا جزيلا للكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره في النادي الاهلي، واعتقد حط حضراتكم في الصوره كاملا من كتير من التفاصيل اللي طمنتكم على فرصة بطل الدوري في المعترك الأفريقي إن شاء الله. نطلع لفاصل، وبعد الفاصل في كلام كتير أيضا في الغربال. يا إما ننصر الحق يا إما نموت. بالعقيدة بطولة الأستاذ إبراهيم المناسي وغناء ياسمين علي، كليب حلو قوي.
ده انتاج القناه، والحقيقه ده شيء رائع جدا ان قناه الاهلي تجاوبا مع الحاله الوطنيه الجميله وتفاعلا كالعاده مع هذا. انا مش موجود، انت تجري. كنت غايب. فيكون يبقى في هذا التفاعل الرائع جدا، والقناه تنتج هذه الاغنيه لياسمين علي، قوم يا مصر. بطوله فريق المذيعين ومقدمي البرامج. الحقيقه كليب حلو جدا، الربط بين قوم يا مصر وبين القناه والعاملين فيها، دي رساله ان احنا ملتزمين قوي بمصلحه هذا البلد. سياسه القناه هنا ان احنا ملتزمين جدا بمصلحه هذا البلد. وان احنا باذن الله نكون الصوت اللي بيعبر عن هذه المصلحه. عمرنا ما هنكون يعني عنصر سلبي لهذا البلد ابدا. وزي ما قلت ان الكلمه اللي عندنا بنحاول انها تمكث في الارض. وهو ده النادي الاهلي. هي دي كمان رساله قناه الاهلي. المزيد من التفعيل لهذه اللحمه الوطنيه الكبيره، المزيد من التفعيل لرابطه الحب الكبير والمكانه الوطنيه الكبيره للنادي الاهلي ومسؤوليته ورسالته تجاه وطنه. في كل تصرف وفي كل قرار، مش بس في الاغنيه، حتى في كل قرار النادي الاهلي. هقول لكم على ابسط حاجه، ما دام احنا بنتكلم بقى في الغربال. النادي الاهلي لما راح جاب بيتسو موسيماني، شفتوا هذا الاتساق التام مع اهداف الوطن وخدمه مصالحه؟ شفتوا هذا الحرص على مصالح الدوله وخدمه تحركاتها وطموحاتها في القاره السمراء؟ شفتوا رده الفعل الافريقيه؟ عايز اقول لكم انه ما في موقع اعلامي في افريقيا الا بقى مهتم بالنادي الاهلي وما يحدث في النادي الاهلي وقرار النادي الاهلي باستخدام بيتسو موسيماني. كيك اوف مثلا، هقول لكم على سبيل المثال، اهلي موسيماني يتجه نحو النصر، بقى خلاص الدوري المصري اون سبوت، الدوري المصري في افريقيا كلها بقى متابع جدا، وحاسين هم بحجم التقدير والامتنان ان النادي الاهلي يستخدم بيتسو موسيماني على راس الجهاز الفني للنادي الاهلي. هو يعني طبعا البعض وانا هنا شجاعه وصدق القرار، ان لما يبقى مدروس يبقى فيه اكثر من رساله واكثر من مصلحه بتتحقق. الناس اللي عرضت والناس اللي تخوفت والناس اللي شككت، لان هي دي النقطه، الدراسه بتحميك من انك تبقى راجل عشوائي بتعمل رسائل كده لا تعبر عن المصلحة الخاصة والمصلحة العامة. موسيماني الحقيقة خطوة جديدة هتدعم خطوات مهمة جدا في المستقبل. هو احنا زي ما نجمنا بيغزو العالم وبيبقى فيهم أفضل لاعب زي جورج ويا، وواحد زي محمد صلاح بينافس على أفضل لاعب، ورياض محرز، ونجوم عرب ونجوم أفارقة ملء السمع والبصر، ليه ما يكونش فيه مدربين في هذه القارة يستطيعوا أن يؤدوا هذه الرسالة أيضا؟ النادي الأهلي استطاع أنه يعني يقتحم هذا الجدار الصلب ويعمل خطوة جريئة جدا. ربنا وفق النادي الأهلي ووفق موسيماني أنه يقدم لنا تجربة ناجحة، عشان هتفرق كتير جدا جدا، ممكن جدا نشوف مدرب في أفريقيا بيمرن في أوروبا. طيب، هو خطوة النادي الأهلي، الناس بقى اللي بتفهم والناس اللي رصدة لمثل هذه الأمور بوعي شوية شافتها ازاي؟ الاستاذ حمدي رزق الكاتب الصحفي والاعلامي الكبير كتب مقاله بعنوان رساله موسيماني السياسيه، وركز على هذا الجانب، الرساله السياسيه المهمه جدا في التعامل مع افريقيا، كيف حوتها خطوه النادي الاهلي بالتعاقد مع موسيماني. رجع كتب تاني مقاله تانيه موسيماني تاني بعد ما كان حي اداره النادي الاهلي على هذا الاختيار، رجع كتب مقالة تاني بعدها بيومين موسيماني تاني، وقال كفاني سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا مؤنة الدفاع عن سطوري المعنوية رسالة موسيماني السياسية، والتي استجلبت علينا كل هذا الاهتمام بهذا التقدير. قال حمدي رزق عندك شك في ايه؟ مش مطمن ليه؟ الرسالة السياسية في صفقة موسيماني ليست افتكاسة شخصية، هذه رسالة سياسية بامتياز، هذا بعض ما عنيته فيما كتبته وعلق عليه هو البعض. هو ليه رجع كتب تاني؟ لأنه هو كان سبق في التفسير انه
يعني نور على الحته دي. ففوجئ ان رئيس الجمهوريه في جنوب افريقيا رمفوزي علق على هذا الامر، فرجع قال اهي الرساله واضحه. قال لك يا جماعه لما رئيس الجمهوريه في جنوب افريقيا رمفوزي يقول سنفتقد بيتسو موسيماني كقوه في كره القدم في جنوب افريقيا، ولكن تعيينه من قبل النادي الرائد في قارتنا يعزز اواصر الصداقه بين بلدينا. اتمنى لبيتسو وفريقه التوفيق، وهم يرفعون رايتنا ورايه كره القدم الافريقيه مع ناد يفتخر بنجاحه جميع الافارقه. ممكن تستشهد كمان براي سفير جنوب افريقيا يعني الذي تحدث عن هذا الامر ايضا. شوفوا بقى نسمع سفير جنوب افريقيا لما راحت له كاميرا اون تايم سبورت تساله عن رؤيته في تعاقد النادي الاهلي مع مواطنه بيتسو موسيماني السفير الجنوب افريقي قال ايه. أن يتم دعوة بيتسو موسيماني ليكون مديرا فنيا في دولة هي الأكثر تقدما في مجال كرة القدم في أفريقيا هو اعتراف كبير. بالتأكيد نحن سنفتقده في جنوب أفريقيا، ونتمنى أن يكون هو المدير الفني للبافانا بافانا الفريق الوطني الجنوب أفريقي. ولهذا رأى الرئيس رامافوزا أن يوجه التهنئة لموسيماني لأنه أتى إلى هنا، لأنه حضر إلى ثقافة كروية أكثر تقدما من جنوب أفريقيا. بالفعل ثقافة كرة القدم في مصر متقدمة عن مثيلتها في جنوب أفريقيا ولا شك في ذلك. ومع حضور بيتسو موسيماني إلى مصر هو سيتعلم أيضا، ونحن سعداء بهذا. هو أتى في وقت صعب جدا، ولكن أملي هو أنه أتى إلى فريق جاهز ومستعد. الأهلي لم يحصل على لقب فريق القرن من فراغ، ولكن لديهم لاعبين، لديهم ثقافة ويفهمون بعضهم البعض، وهو يبدأ من هذه القاعدة. أما بالنسبة له لكي يترجم وينقل حركات الفريق إلى أسلوبه فهذا سيأخذ بعض الوقت، ولكن سيأخذ وقته. وأنا أعرف أن المصريين شغوفين بالفوز في كرة القدم. بيتسو موسيماني هو صديقي، ودعوته واستضفته في بيتي سواء كان يواجه الأهلي أو الزمالك. يأتي إلى هنا ويجلس هنا ويأكل هنا ويشرب هنا ويدعو أصدقائه إلى هنا. هو صديقي، أنا أتمنى له كل الخير، بالفعل أتمنى له كل الخير وأريد له أن ينجح. عندما يأتي إلى مصر ويكون مديرا فنيا هذا يساعد في تطوره كمدير فني، ويساعد أيضا في السيرة الذاتية الخاصة به. طيب بص يا أستاذ إبراهيم، عشان احنا مش بنهاود يعني، مش عايزين الناس تقعد لي هتقولوا لنا بقى احنا هنا لا نتحدث عن قيمه مدرب فنيه دلوقتي، فنيه الناس شافتها في الملعب وربنا وفقه باذن الله ويحقق اهدافنا، عشان ما نرجعش بعد كده نخلط الاوراق. احنا بنتكلم على القيمه بتاعه الاختيار، القيمه السياسيه والدعم الذي حدث في العلاقات الافريقيه بيننا وبين جنوب افريقيا. عندما يتحدث بداية رئيس الجمهورية ويراها خطوة موفقة وبيقول لك كنت أتمناه مدربا للفريق البافانا بافانا اللي هو فريق جنوب أفريقيا القومي اسمه كده الأولاد بافانا بافانا، ولكنه ذهب إلى كرة قدم أكثر تقدما. ده السفير بقى يرى أن خطوته أنه ما جه مصر جاء إلى فريق إلى مناخ كروي أكثر تقدما من جنوب أفريقيا، اللي هي إيه جنوب أفريقيا؟ اللي نظمت كأس العالم، اللي هي طلعتنا في آخر تصفيات هنا في مصر للأسف الشديد، ورغم كده يعترف. ولكنه بص بقى الربط الجميل بقى، وهنا يأتي دور النادي الأهلي وكيف يراه الآخرون. أقول عزاؤنا أنه جاء إلى نادي القرن الذي لم يفز بهذا اللقب من فراغ. الكلمة دي مهمة جدا توقفوا قدامها. كيف يرانا هو فريق القرن وليس من فراغ جاء ليحقق مزيد من النجاحات والتحديات
باذن الله. ده الجانب السياسي في الموضوع. طيب. الجانب الفني هنناقشه بعدين. والجانب الاعلامي في الاختيار زي ما قال حمدي رزق، هلاقي الاهرام العربي، الاهلي يفتح طريق القاهره كبتاون الرياضي، موسيماني اكبر من مجرد صفقه كرويه زي ما قال عماد انور في الاهرام العربي. في اخبار اليوم، بوابه اخبار اليوم، كتب ابراهيم مدكور ايضا مقاله بعنوان اختيار موسيماني صح يا خطيب، وقال ان هذا الاختيار استند على رؤيه مهمه جدا فنيا وايضا انحاز لهذا الجانب السياسي المهم. كمال محمود كتب في اليوم السابع اجنده موسيماني في الاهلي. هلاقي موقع ذا ستار قال بيتسو موسيماني واثق من قدره كافين جونسون المساعد اللي استخدمه على مساعده الاهلي في قهر افريقيا. ده هيوصل النهارده الراجل. ها بالظبط. وهلاقي حتى كل المواقع في جنوب افريقيا بدات تتحدث باهتمام كبير جدا. هجوم الاهلي منتهي الصلاحيه زي ما بيقول البعض رغم هذا العدد الكبير من الاهداف وصداره الاهلي للمسابقه، لكن يبقى الكلام الفني مساله مهمه جدا. عشان كده كلام كتير حطيناه مع حضراتكم. انا بس عايز اعلق بعد الفاصل. ممكن نعلق ولا نلحق؟ هنطلع فاصل. بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. قلنا لكم في البدايه الساده اعضاء النادي الاهلي فرع الاقصر، بقى اخواننا في الاقصر اللي كانوا حظوا بشرف الانضمام الى عائله الاهلي والحصول على عضويه النادي الاهلي، عليهم ان هم يتوجهوا ان شاء الله الى مكتبه الاقصر العامه اللي من خلالها كان مقر اشتراكات فرع الاهلي في الاقصر عشان يستكملوا اجراءاتهم والحصول على كرنهات عضويه النادي الاهلي باذن الله. شفنا قبل الفاصل غربله كتيره جدا في الغربال، تفاصيل كتيره جدا مع الكابتن سيد عبد الحفيظ، شفتوا تفاصيلها ووقفتوا على حقيقتها، لكن بقيت هناك تفاصيل كتيره بعظمه لسانه في مباراه العلامه الكامله. ايه الروعه للاهلي امام امام الابني؟ ليه العلامه الكامله؟ اه ليه ليه العنوان ده اخترناه؟ اه لان في كل مباراه ناس تقول لك ايه المهم النتيجه، وناس تقول لك استحوذ وامتع ولما احصل على الهدف، وناس ثالثه تقول فين شخصيه النادي الاهلي. فلما تجد مباراه فيها الثلاث عناصر دول، اذا هي مباراه العلامه الكامله التي وضحت بها شخصيه النادي، استمتع بها الجماهير وقبلهم اللاعبون كانوا بيلعبوا بمزاج صحيح مستمتعين، ثم النتيجه اللي هي لم ترضي البعض رغم انها 3-0 لان كان ممكن يبقوا 6 و7 و8. مباراة جميلة، نرجو أن يستمر هذا الأداء، لكن طبعا زي ما موسيماني قال ما نربطش بين الأداء ده وما ينتظرنا مع الوداد. لازم نفصل بين المهام، لازم ناخد بالنا أنه ده تحدي وده تحدي آخر. بالمناسبة ثلاثي المنافسة في الوداد في المغرب، الرجاء والوداد ونهضة بركان على لقب الدوري المغربي مؤجلة للأسبوع الأخير، بقى أسبوع يوم الأحد اللي جاي هتختتم. الرجاء هو الأقرب حتى الآن فارق بنقطة، يكسب المباراة اللي جاية على الجيش الملكي المغربي ياخد الدوري، فعنده فرصة كبيرة للتتويج. الرجاء الوداد بيقل عنه بنقطة، لو الثلاث أندية كسبوا هيبقى الرجاء هو بطل الدوري والوداد التاني وراهم بنقطة برضه. بالظبط. ففي ملاحقة سريعة جدا، عشان كده الفصل بين الأمور مسألة مهمة جدا. العلامة الكاملة للأهلي في مباراة إنبي، الأداء رائع جدا، الإقناع كامل جدا، الامتاع رائع جدا، والكابتن احمد شوبير الرأي. عندنا مشكله في موضوع القيد وبالراحه. بالراحه. اتحاد الكره مشكوره النهارده، عمل حاجات هايله هايله، بشكر جدا اللجنه الخماسيه وسيف ختم الاستوديو وبيشكرهم، وانا بكمل شكر على شكر. لا عندهم حسابات ولا خايفين من حد ولا قلقانين من حد، والماتشات في ميعادها والكاس في ميعاده والعقوبات بالمسطره على الجميع، واحترام ما بعد احترام، ولا خايف ولا قلقان ولا مرعوب ولا عامل حساب لاي حاجه غير للنظام. وبالتالي حط لائحه، والناس اللي كان بيقول لك ملوك اللوائح ما كانتش بتتحط الحاجات دي خالص، وهتكلم معاكم فيها يا رب بس الوقت يسعفني يعني. لكن في القيد هو عمل، فتح باب القيد الاولاني هيبقى يوم 10 اكتوبر ويقفل 4 نوفمبر. بالراحه بس يا جماعه الخير،
4 نوفمبر نهائي افريقيا بامر الله سبحانه وتعالى، وكلنا بندعي ان الاهلي والزمالك يكونوا موجودين 6 نوفمبر. 6 نوفمبر ده معناه انه في قائمه اولى وقائمه ثانيه. 4 نوفمبر قفل باب القيد، احمد فتحي ما يلعبش نهائي افريقيا. قولا واحدا. لانه خلاص ما يقدرش الاهلي يأيده في قائمته الاولى وبعدين يشيله، خلاص انتهى، قضي الامر. طب ايه حلها؟ انك ترحلها من 4 نوفمبر ل 7 نوفمبر، وفي ايديك لحد دلوقتي، ما عندكش مشكله، اللي خلاها 4 يخليها 7. ما فيهاش مشاكل خالص يعني. 7 تتأيد، شكرا كابتن احمد فتحي، ربنا يكرمه ويكون في الفاينل ان شاء الله مع النادي الاهلي، وان شاء الله يكون بيلاقي نادي الزمالك في المباراه النهائيه. من هنا القصه تنتهي تماما، الازمه تنتهي تماما. بقولها بصوت عالي لاخواتنا المحترمين جدا، محترمين جدا. فاتمنى انه دي نقطه نظام محترمه، بس فكروا في موضوع القيد عشان نهائي افريقيا اذا كان لنا نصيب بامر الله. ده كلام مهم جدا، ودي القضيه اللي انا بقول لكم ارتبطت بالمواجهه المصريه المغربيه، المصريه المغربيه، لانه مبدئيا الاهلي هيلعب الوداد والزمالك هيلعب الرجاء، وايضا نهضه بركان في طريق البيراميدز في الكونفدراليه. لكن النقطه المهمه جدا اللي الكابتن احمد شوبير اشار اليها مش لا تخص احمد فتحي بس، تخص كل الانديه المصريه الثلاثه اللي عندها لعيبه ممكن مش هيكملوا معاها الموسم المحلي اللي جاي، لكن محتاجينهم في البطوله الافريقيه، محتاجينهم في الفاينل الافريقي. احنا دلوقتي بنتكلم في المنطقه العامية، محدش عارف مين اللي هيتاهل، فبالتالي القرار لما يصدر دلوقتي يكون قرار مجرد، بدل ما تقول لي ان القيد المحلي هيتقفل باب القيد 4 نوفمبر، فبالتالي اللعيبه اللي هتشارك مع انديتها في افريقيا 6 نوفمبر يبقى حتما هتستمر معاها للموسم الجاي، او هيضطر النادي يستبدلهم، واللائحه الجديده بتستبدل 5 فقط. لا، خدمه للانديه الثلاثه مش للاهلي ولا احمد فتحي. انك تحرك ميعاد غلق باب القيد المحلي ليوم 7، وحتى استاذ ابراهيم النهائي الافريقي 6 نوفمبر، حتى استاذ ابراهيم، لان المد ما كانش مد، ده كان مد استثنائي. يعني المشكله دي لو كانت الماتشات اتلعبت في ميعادها ما كانش هيبقى فيه المشكله دي موجوده. فايضا الاتحاد الافريقي طالما ان في ظرف استثنائي والاتحاد المصري لازم يتعاملوا بقرار استثنائي. انت ليه بتفتحه 4؟ ليه بتفتح باب القيد 4؟ ما تفتحه 7، ايه فرقت ايه؟ دي مساله كابتن شوير ناشد بيها اتحاد الكره، واشاد الحقيقه بلائحه شؤون اللاعبين والشروط اللي اضافوها، وفعلا فيها خطوات اصلاحيه كتيره جدا. لكن اداء الاهلي بالعلامه الكامله قدام انبي كان مثار اعجاب، عارفين مين؟ كابتن حازم امام. نشوف الماتش. الاهلي لعب كويس قوي النهارده، لعب كوره حلوه جدا على الارض، والاهلي كان بيلعب مع فيلا كوره حلوه الدور الاول، بس يعني عاجبني انه بسرعه جدا. لكن الاهلي بيبتدي الهجمه كويس، متعب جاب كوره في الدقيقه الدقايق دي، بقى دقيقه 50 يعني الشوط الثاني. يعني دي بص هو طالع بالهجمه ازاي من اولها خالص، لعب في رجل في رجل في رجل، واشتغلوا مع بعض كويس جدا من اول، من ورا خالص، من اول ما الهجمه كانت عند احمد فتحي في الباك ليفت، من اول حتى الجول. على فكره دي الجمله الرابعه او الخامسه النهارده. وعاجبني بص برضه بتخلص عند الجونه السيف، مفيش زهق، محدش بيألف، محدش عايز يرقص، وهي دي بقى ميزه اللعب اللي هو ايه في الرجل. مفيش حد بياخد اكشن جريء، او ان هو قصدي مش جريء، ان هو عايز يلعب لوحده طق طق ويرجع تاني، فتح يرجع تاني. الشكل ده انا بحب الكوره اللي هي دي، اللي هي بتبتدي من الهجمه بتاعته دي، بتاعت كابتن عماد اللي جابها من الاول برضه الدور الشوط الاول. هتلاقي اللعب شوط اول شوط تاني هو عايز يشتغل بالريتم ده، ان هو ما نطفش، العب الصح دايما. هنا نمره 6 ونمره 8 بيتحركوا عشان يستلموا في المساحه، الباك اليمين بيزيد. الشكل ده حلو في الكوره. يعني ملخص اللي قاله، اللعيبه بتلعب بلعب مباشر، ما فيش فيه فزلكه، ما فيش فيه انانيه، ما فيش فيه العاب معقده. الكوره على الارض، رجل في رجل، في امتاع. طب عماد متعب بيقول ايه؟ نشوف كده. ويمكن انا اتكلمت قبل الاستوديو ان مطالب انك تبعد عن المدافع، كابتن وليد اتكلم واداله نصايح، حضرتك اتكلمت واديته نصايح، النهارده عمل بكل النصايح اكنه كان سمعنا واحنا بنتكلم في الاستوديو. اشتغل صح جدا، لعب على المرمى، اتحرك بشكل كويس جدا، الفرص اللي جات له سجلها، يعني جاله فرصتين هدفين، اشتغل كمان على الاجناب بشكل جيد جدا. موسيماني ليه بصمته وليه شكله، يمكن تحضير الهجمه من تحت وبدايه الهجمه
اتعمل بشكل جيد جدا، اتكررت اكتر من مره، مدي اللعيبه ثقه انها تتعامل تتحرك براحتها، يمكن الظروف كمان مساعداه انه فاز ببطوله الدوري. يعني ولا بك بمثل خبير، مهاجم فاز من اساطير الهجوم في مصر بيقيم اداء لاعب نصحه كثيرا انه ما يشتغلش بقى بفكره انه محطه، لا يروح يشتغل ويتحرك كراجل مهاجم عايز يجيب اهداف. الحقيقه الجون اللي جابه الاولاني اللي استقبل على صدره ولعبه على طول جون رائع جدا جدا جدا، بيذكرني بالجون اللي جابه برضه من الاساس بتاع الكابتن شناوي، بس المره دي السنده ما كانتش بالصدر كانت بالرجل وهو بيجري. اذا هو عنده لما يواجه الجون عنده خطوره شديده جدا. نشوف بقى امير المحللين وليد صلاح الدين. مستر موسيماني واحد من المدربين اللي بيحبوا الهجوم جدا، بين ارقامه مع سان داونز بوضوح شديد الناحيه الهجوميه كبيره جدا، احنا حتى شفناه في لقاءاته مع النادي الاهلي على طول بيهاجم، حتى في القاهره بيهاجم، بس الفكره هو جاي في توقيت ما يسمحلوش انه يحط كل فكره، ودي واضحه حتى في احاديثه في المؤتمر الصحفي حتى في الانترفيو قال الكلام ده. يعني هو عنده فكر طبعا مليون في المية، ومدرب كبير حافظ افريقيا كويس، حافظ الوداد، حافظ الرجاء، لعب ضد الزمالك، لعب ضد الاهلي، لعب كتير في افريقيا وعنده نجاحات وعنده حامل اللقب مع سان داونز، فبالتالي جرب تجربه فيها جرأه، فيها جرأه، فيها ريسك، فيها ريسك، لكن يعني هكذا الحياه، نجرب وناخد المخاطره وان شاء الله ربنا يكرمه. وانا طبعا اتمنى انه يكسب دوري ابطال افريقيا، ولو كسب افريقيا هتفرق معاه جدا جدا السنه الجايه، هيحط كل افكاره ويعمل كل اللي هو عايزه. ده انحياز من المهاجمين البارعين بقى، شايفين استمتاع حازم امام بكره الاهلي، شايفين فرحه عماد متعب بكره الاهلي، شايفين اقتناع وليد صلاح الدين بالكره الهجوميه الرائعه والنزعه الهجوميه الضاغطه لموسيماني. ده كان كلام مهم جدا، هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل كلام مهم جدا في أسرار الملك. أهلا بحضراتكم من جديد. شفنا تفاعل النادي الأهلي مع أفريقيا، شفنا تأثير استخدام الأهلي لبيتسو موسيماني الجنوب أفريقي، لكن لازال هناك أسرار الملك. جيلبرتو والخطة بي تكسب إيه؟ جيلبرتو جيلبرتو مواليد 82 وكنا بنلعب بطولة أفريقيا اللي في أثيوبيا وبعدين بفتح الأفريكان فوتبول لقيتهم مطلعين لعيب اسمه جيلبرتو أفضل لاعب في القارة. لما جه مستر جوسيه طلب مننا، وهو بيلعب في بيترو اتليتيكو، احنا بيترو اتليتيكو لعبنا معاه هناك وكسبناه 3-1 ورجع قال انا عايز افيلينو، عايز فيرود، وافيلينو كان جاب فينا جول مش عارف ولا اتنين، لا جول، لان هي كانت 3-1 وجاب فينا جول تاني في مصر بتاع 4 لما كسبونا 4-2. قلت له مستر جوسيه ده هم الافريكان فوتبول بيقولوا ان احسن لاعب في افريقيا صاعد اسمه جيلبرتو وبيلعب خط الوسط ناحيه الشمال. قال لي لا انا عايز افيلينو. قلت له طب هقول لك حاجه، لو جبت لك الاثنين، قال لي لو جبت الاثنين اوكي، بس لو جبت واحد يبقى افيلينو. فاتكلمت مع الكابتن صالح، وكان في لجنه لهذا الموضوع ليها سبب في التجربه دي، كان ليها سبب ان اول مره لما كلمنا بيترو اتلتيكو قالوا هنبعت لكم فريق المفاوضين بتاعنا، فريق، فبعت اثنين منهم واحد محامي اسمه ماريو راجل قصير كده بس عقره متعب جدا جدا، خدت المفاوضات هنا في القاهره اسبوع 7 ايام بالظبط، كان بيستغل ضغط الاعلام وانت منهم كل يوم تكلمني تقول لي ايه الاخبار، وفي الاخر قلت لي انت مش عايز تديني حاجه المجله ليه؟ قلت لك ادي لك ايه مش اما اخلص مع الراجل. فكان حاسس باهتمام الاعلام، لكن انا لما رحت المطار استقبله
استقبل فريق المفاوضين لقيت ثلاث لعيبه مش اثنين، افيلينو جيلبرتو ومعاهم فلافيو. فلافيو بقى فاتح صدره وسلسله ده جاي اضافي معاهم، هو جاي يتفسح وجاي ما اعرفش جاي ليه. فقلت له، قال لي ده فلافيو مالكش دعوه بيه، ده جاي رايح اوروبا بس هو جاي معانا ترانزيت. لكن هو قال الكلام ده، لكن هو ما كانش بيعمل حاجه غير انه بيسوق فلافيو وطبع له صور وبيوزعها في المؤتمرات الصحفيه و... المهم ان احنا لما جينا نتفاوض الصفقه اتكلفت 1,150,000، تحمل منها تلتها استاذ ياسين منصور، الاستاذ ياسين منصور. اه، وكان مقرر انه هيشيلها كلها، ولكن له دور كبير قوي في الصفقه دي. اه طبعا. هو كان ناوي يشيلها كلها. اه، كنا عايزين نعمل تجربه ان بدل ما تديني اعانات حط مبلغ في صندوق، ان احنا ناخد نشتري اللعيبه والمكسب نحطه في الصندوق ويبقى النادي الاهلي بيشتغل منه على طول. للاسف الشديد ناس كتير تهجمت وقالت يعني رجل اعمال وجاي وعايز يعمل يعني ضايقوه، فقال لي انا هساهم بتلت الصفقه من جيبي ومش عايز منكم حاجه فلوس يعني. لكن لما جينا نحسب الفلوس لقيناهم مكاتبين جيلبرتو ب 650,000 اللي هو جاي مش في الحسبان، مش في الحساب. وافيلينو بالباقي بقى 450,000 او حاجه زي كده. فاستغربت انا، ولا هو كانت 1,050,000 افيلينو ب 350 وجيلبرتو ب 600,000. ليه؟ قالوا ده اصغر سنا وده واعي وبتاع. ولما اتعمل المؤتمر افيلينو لم يحقق النجاح، وكان ليه سبب، انه كان كارير، كان حامل يعني جهاز السلة اعتقد، اه فيروس، هو ما كانش مريض لكن كان حامل الفيروس. حتى احنا يوم الاجتماع جه السفير الانجولي وانا قاعد واللعيبه قاعده، وقعد معانا فلافيو على المنصه يوميها، وبصيت لقيت الدكتور محمد شوقي قال لي ما تعلنش كل حاجه لان في حاجه في الكشف الطبي بتاع فلافيو. فتريسنا افيلينو. طلع انه كارير حامل للمرض، لكن اثرت عليه طبعا. لعب وما حققش النجاح. وبعدين احنا رجعناه، كان باقي لهم مبلغ عندنا، فقلنا لهم خلاص بالمبلغ ده. لكن جيلبرتو بقى، جيلبرتو لما دخل حقق نجاح مذهل. 8 سنين 21 بطوله. مش كده بس، تلعبه باك ليفت يلعب، وانسايد ليفت يلعب، اسيست يلعب، اوفرات، عمل ثنائي رهيب جدا مع فلافيو، وكان الحل لكل لاعب في الملعب، اي لعيب مزنوق في الكوره كنت تلاقي جيلبرتو. فاصبح الفرخه بكشك بتاعت مين؟ مستر مانجوس، لدرجه ان هو لما اتعور مع منتخب انجولا اللي عالجه النادي الاهلي، وقعد سنه ونص يتعالج على حساب النادي الاهلي وبره القايمه بتاعته. ولما رجع وطلبوه في منتخب انجولا قال لهم مش هلعب في المنتخب الا زادته الاهلي فلوس. فعلا كان لعيب محترم جدا، ارتبط بالاهلي بكل هذا الحب، تعاقد مع الاهلي من 2002، استمر فيه لمده 8 سنين لغايه 2010، حقق 21 بطوله في مسيره رائعه جدا، ترك بها الاهلي كل هذه الانطباعات الرائعه جدا في افريقيا، شان كل من يرتبط بالاهلي. نطلع لفاصل اخير، وبعد الفاصل نشوف ماذا في مجلتنا. اهلا بحضراتكم من جديد. شفنا كل ما تركه الاهلي من انطباعات جيده في انجولا على جيلبرتو، على فلافيو، على هذه المسيره الرائعه جدا. ولم يبقى في الختام غير مجلتنا اليوم ومن 40 سنه. النهارده صدر العدد الجديد من مجله الاهلي حاليا في الاسواق، بيحتفي بهذا الشكل الرائع جدا للاهلي، الاهلي مع موسيماني شكل تاني، وابراز لتصريحات رئيس جنوب افريقيا عن هذا التعاقد المهم جدا لنادي القرن مع بيتسو موسيماني، ثم استعراض سريع جدا لعدد صفحات المجله الواحده تلو الاخرى في الاهتمام بهذه المباراه وهذا التعاقد، وبدايه جيده لموسيماني امام الذئاب في التاكيد على مباراه، ثم
الناقد الرياضي اليمني اللي قلنا لكم عليه محمد العوالقي عن موسيماني ما قل ودل، وازاي شايف؟ طبعا الشناوي على الاعجاز ناوي في الاشاره الى الرقم القياسي في الكلين شيت، وحامد عز الدين يكتب ايضا عن موسيماني والرد على السؤال القديم. ثم تصريحات موسيماني في المؤتمر الصحفي. ايه السؤال القديم فاكره؟ هقوله لك بعد الهواء. تدريب نادي القرن حلم تمنيت تحقيقه. استعراض سريع للعدد بكل صفحاته بهذا التعاقد المهم جدا. ده الوضع النهارده. طب الوضع من 40 سنة كانت مجلة الأهلي عاملة إزاي عن الأهلي؟ نفكر حضراتكم بهذا التقرير. مجلتنا من 40 سنة. مجلتنا منذ 40 عاما وتحديدا في عددها رقم 311 والصادر يوم الخميس 7 فبراير لعام 1980 ميلادية، الموافق 20 من ربيع الأول لعام 1400 هجرية، جاء العنوان الرئيسي للصفحة الأولى كل البطولات للأهلي، وفي عناوينها الفرعية غدا الفريق القومي الكروي مع رومانيا، أمل الأهلي يتلاعبون بالزمالك في بطولة 21 سنة الكروية، زيزو والقرار الصعب، ونجوم الأهلي ورأيهم في زيزو. كما أبرزت المجلة طلب النادي الأهلي بمنح آخر عمالقة السبعينات وسام الجمهورية تقديراً لجهوده في المجال الكروي. وفي عمود لك الله يا أهلي تحدثت المجلة الغراء عن انتصارات النادي المختلفة في هذا الموسم بالأرقام والحقائق، وهو ما أثار حفيظة كل من وقع في أيديهم قلم صدفة ويكتبون بالوراثة، لأنهم لا يعرفون سوى الحقد فقط الذي أعمى بصيرتهم عن رؤية النور حولهم. وتابعت المجلة في حديثها لك الله يا أهلي مما يدعون شرف الانتساب إليك وأنت منهم براء، ولك الله يا أهلي ممن يدعون أنهم مريدوك والحقيقة أنهم يريدون خرابك ودمارك ونهايتك، ولك الله يا أهلي ممن يدعون أنهم أبناؤك وهم ألد خصومك. وفي صفحتها الثانية أجرت المجلة حوارا مع الفنانة العاشقة للأهلي الجزائرية وردة، التي أكدت خلاله أنها أهلاوية منذ حضرت إلى مصر وتمنت الاحتفال بالدوري والكأس هذا الموسم. وعلى صفحتها الثالثة رصدت المجلة تفوق فريق شباب الأهلي على غريمه الزمالك تحت عنوان هزيمة ساحقة للزمالك من شباب الأهلي تحت 21 سنة، درس كروي لن ينساه أبناء 100 عقبة، أبطال الأهلي ضمنوا الاحتفاظ بالبطولة. وفي الصفحة الخامسة وتحت عنوان الخطيب هداف الدوري رصدت المجلة أهداف نجم الأهلي من واقع سجلات اتحاد الكرة ووفق كل المقاييس وتقارير الحكام ليتصدر قائمة هدافي مسابقة الدوري الممتاز. وعلى صفحتين كاملتين رصدت المجلة قرار عبد العزيز عبد الشافي ثعلب النادي الأهلي بالاعتزال، وتحدث زملائه وأعضاء الجهاز الفني بالفريق عن القرار، حيث أكد هيدي كوتي أن اعتزال زيزو كان مفاجأة بالنسبة له، وقال حسن حمدي بأنه رفض اعتزاله أول الموسم. كما أضاف أنور سلامة أن اعتزال زيزو خسارة للكرة، ووصفه عصام عبد المنعم بأنه آخر جيل العمالقة. أما الدكتور مفتي إبراهيم فوصف زيزو بأنه موهبة لا تتكرر كثيرا. سبحان الله، المقالة بتاعت لك الله يا أهلي أكنها بتكتب دلوقتي على الحلقة دي. نفس الموضوع اللي بنتكلم فيه، البعض المنتسبين للأهلي اللي بيأذوه بالكلام بدون مناسبة، وايضا تكريم زيزو، والاهلي يسعى الى طلب وسام له اذا قراره المفاجئ بالاعتزال، والكل يطالبه، وده الصدق مع النفس بقى، كله بيطالبه. كابتن عبد العزيز اصغر لاعب يمكن هو كابتن سياجي والبوري لعب باسم منتخب مصر، كان عنده 16 او 17 سنه ولعب وفي البطوله قدام العراق جاب جولين في مباراه مطيره جدا، وكان
لعيب عندوش 17 سنه ساعتها، وكان اختزل العمر، ابتدى بدري وبطل بدري جدا، يعني ابتدى في السبعينات وبطل 80 80 كان كثير الاصابه يعني، وما كانش الدنيا فيها الاهتمام الطبي. والله اللي انا شايفه دلوقتي ما بقتش عارف يعني تقدم الطب ولا زي ما هو. انما يعني الكابتن عبد العزيز طبعا اسطوره كرويه مهمه جدا، كل العناوين اتكتبت تنفع انك تقولها اليومين دول، كل البطولات للاهلي، كل البطولات للاهلي، وبتكلم برضو على البطولات اللي كسبناها في الالعاب الاخرى، نفس الحصاد، نفس الانطلاقه، نفس السعي دايما وابدا للبطوله. دي كانت الفقره الختاميه لنا النهارده. زي ما قلنا لكم الاهلي على الطريق الصحيح، تعاقد مع موسيماني، هناك تطوير واضح جدا في اداء الاهلي، في نتائج الاهلي، الاهلي بطل الدوري، لكنه يسعى باستمرار الى تحقيق افضل مردود في ختام المسابقه بارقامها القياسيه. بنفكر حضراتكم مره ثانيه انه اداره الاشتراكات في فرع النادي الاهلي في الاقصر بتناشد اعضاء النادي الجدد، اعضاء المرحله الاولى في فرع الاهلي بالاقصر، يتوجهوا لمكتبه مصر العامه لاستكمال اجراءات العضويه واستخراج كرنيهات الانتماء لعائله الاهلي. دمتم للاهلي دائما، ودام لكم الاهلي باذن الله تعالى بطلا شامخا، وعلى خير، نلتقي في 8 مساء الاثنين القادم ان شاء الله. تصبحوا على خير. كلام بجد، شد وجذب، خد وهات وهات وخد، بص شوت عدي فوت، لا ملعب.